الحادي عشر بطبق العاصمة مشاهدينا، نشرة الأخبار نستهلها بالعناوين. إدريس بوفايد يقول إن مجلس النواب مئوس منه ورئاسته أكثر من ذلك. تواصل الإدانات المحلية والدولية لإغلاق حقل الشرارة النفطي، والمصرف المركزي يحذر من تداعياته على الوضع الاقتصادي. البعثة الأممية تنفي مقتل عنصر يمن لديها بالعاصمة طرابلس. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أشار عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد إلى أن مجلس النواب المنحل ميؤوس منه ورئاسته أكثر من ذلك. بوفايد على حسابه الرسمي الخميس ردا على تصريحات رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام الصية، قال إنه بعد كل الجهود المضنية أصبح من السهل معرفة ما في قرارة النفوس العديد من أعضاء مجلس النواب، ولم يعودوا بحاجة للمزيد من أغلفة التلويح والتلميح والتصريح كما وصفها، مضيفا بأن الكرة الآن في ملعب الشرفاء بمجلس النواب. استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح موقف المجلس بشأن قانون الاستفتاء على الدستور. وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، إن المشري تطرق إلى تعديلات مجلس النواب على الإعلان الدستوري الذي اعتبرها المجلس بغير القانونية وتشوبها العديد من العيوب. جاء ذلك خلال لقاء جرى بين الطرفين بمقر المجلس الأربعاء، وبحضور كل من رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بالمجلس ورئيس لجنة الشؤون القانونية، بالإضافة إلى رئيس لجنة تعديل اتفاق الصخيرات بالأعلى للدولة. أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية بمشاركة جميع الشرائح على طاولة المفاوضات وليس من خلال التدخل الخارجي وفق قوله. جاء ذلك في تغريدة لأوغلو على موقع تويتر الخميس، تطرق خلالها إلى لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. وجدد وزير الخارجية التركي خلال اجتماعه مع المشري دعم بلاده لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا. هذا ويجري رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفقة عدد من أعضاء المجلس بزيارة رسمية لتركيا يبحث فيها آخر المستجدات على الساحة الليبية. أكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن الوضع الراهن في ليبيا يشكل مصدر عدم استقرار وانعدام للأمن للشعب الليبي وجيرانه والمنطقة برمتها. وجدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان لهم عقب اجتماعهم في بروكسل دعمهم للملتقى الوطني الجامع المزمع عقده بداية العام القادم، معلنا التزام الاتحاد بمساعدة الليبيين في التحضير للحكومة القادمة من خلال دعم مفوضية الانتخابات والجهود الجارية لعقد الانتخابات البلدية. وحذر البيان من أسماهم بمخوضية ويضيع العملية السياسية ومهددي الاستقرار في ليبيا من الخضوع للمسألة، مشيرا إلى استعداده للنظر في تطبيق جزاءات إضافية عليهم وفق قولهم. عقدت فعاليات الملتقى الحواري حول المؤتمر الجامع بتنظيم المسار الليبي للتنمية وبمشاركة واسعة من الجهات السياسية الليبية للمزيد في التقرير التالي. انطلقت الخميس بالعاصمة طرابلس فعاليات الملتقى الحواري حول المؤتمر الجامع في العاصمة طرابلس تحت شعار معا نتشاور نتحاور نبني برعاية المسار الليبي للتنمية. حقيقة أنا لبيت الدعوة وشاركت في هذا اللقاء اليوم، كانت حقيقة هذا اللقاء الذي يتمحور حول موضوع المؤتمر الجامع لي وجهة نظر خاصة، وهي أن هذا المؤتمر الضبابي الجامع لا أنا حقيقة أن نتوجس منه. كل الليبيين يتوجسون الآن من أسام مؤقتة، ومل الليبيون من هذه الأسام المؤقتة. أرى فيه أنه هو مجلس انتقالي جديد، أرى فيه هو عودة إلى الوراء. نحن الآن قاب قوسين أو أدنى أن تكون لدينا وثيقة دستورية، هذه الوثيقة الدستورية تم عملها تحت
قبة الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور، صحيح فيها عيوب ومثالب وعيوب كبيرة، وحكمت ضدها المحكمة من الناحية الإدارية، ويجب أن نعود ويجب على أعضاء الهيئة الآن أن يعودوا إلى أعمالهم وأن يقوموا بتعديل مواطن الاختلاف وتعديل هذه المثالب الواردة في مسودة الدستور الليبي، ويجب أن نسير في اتجاه المسار الدستوري للانتقال من الأسام المؤقتة إلى الأسام الدائمة. الملتقى يأتي قبل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع بداية العام المقبل، الذي يعتبر ضمن خطط البعثة الأممية إلى ليبيا ضمن بندها الثاني في الخطة التي أعلن عنها غسان سلامة في سبتمبر من العام الماضي. ومن المفترض أن يضم المؤتمر تحت قبته شرائح وأطياف ليبية واسعة من الأحزاب والممثلين الاجتماعيين والقبليين والسياسيين، لا سيما الممثلين للجهات السياسية غير الحالية. مشاركين اليوم في الملتقى الحواري حول المؤتمر الجامع برعاية المسار الليبي للتنمية، من أجل يعني إيجاد مكان لتيار فبراير في هذا المؤتمر. طبعا للأسف احنا المؤتمر الوطني الجامع بحد ذاته قاعد مهيته مش معروفة بالنسبة لنا، وما فيش حد يعني يعرفها، خصوصا اذا كان في ضبابيه من البعثة الأممية بخصوص الواحد، تقول لك من جهة هو ليس بديل عن الأسامي الموجودة حاليا، انما حدث، وممكن حتى المخرجات نتاعها ليست ملزمة للأسامي الموجودة حاليا، اذا ما الغاية منه؟ هذه متاهة اخرى من متاهات البعثة في ليبيا. وتأتي هذه الخطوة لسد الفراغ الذي قد يتركه عدم توافق الأطراف السياسية الموجودة على صيغة للحل قبيل وصول ليبيا إلى مرحلة انتخابات رئاسية وبرلمانية، كما سيجمع الملتقى ممثلين من النظام السابق والثوار والقبائل والقوى السياسية والأقليات والمرأة والشباب، فضلا عن ممثلين عن مجلس النواب المنحل ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي المقترح والحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان المنحل. خطوات أممية تحسب على أنها قد تأتي بحل للوضع الراهن في البلاد في الوقت الذي تتعدد فيه الأجسام السياسية وتتعارض مصالحها على الرقعة الليبية، على عكس عديد من الأصوات التي ترى في هذا الملتقى تعميقاً للأزمة وإضافة لجسم آخر لبقية الأجسام التي تحكم الليبيين رغماً عنهم وبدون مشورتهم. عبر مصرف ليبيا المركزي عن قلقه بشأن حادثة إقفال حقل الشرار النفطي، والذي نجم عنه التوقف عن إنتاج حوالي 300 ألف برميل نفط يوميا بخسارة تقدر بحوالي 30 مليون دولار يوميا. وأكد المركزي في بيان له الخميس أن إقفال حقول النفط يمثل اعتداء صارخا على قوت الليبيين، وهو يعيد إلى الأذهان حادثة إقفال الحقول والموانئ النفطية عام 2013 وما نجم عنها من خسارة الدولة الليبية لأكثر من 160 مليار دولار، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات إقفال حقل الشرار النفطي على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، فضلا عن تأثيره المباشر على إنجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تم الشروع فيها مؤخرا. أعربت بعثة الأمم المتحدة ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي الراهن في جنوب البلاد. ودعت البعثة في بيانها من يحتلون المنشآت النفطية بشكل غير قانوني ويعطلون توزيع المياه في الجنوب حسب قولها للانسحاب منها وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط. ودانت البعثة عملية قتل المدنيين الستة الذين أخذوا رهائن عدراً خلال هجوم تنظيم الدولة. ودعا رؤساء بعثات الدول الأعضاء إلى ليبيا السلطات الليبية إلى استعادة الأمن والخدمات الأساسية التي تدهورت بشكل ملحوظ في المنطقة. أدانت الحكومة الإسبانية إغلاق حقل الشرار النفطي مطالبة بإعادة فتحه ووضعه تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط. الحكومة الإسبانية في بيان الله الأربعاء قالت أن النفط مورد يملكه الشعب الليبي بأكمله وإدارته تخص المؤسسة الوطنية للنفط، وأن انخفاض الإنتاج يعرض الاقتصاد الوطني الليبي للخطر. أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تفهمه لمطالب حراك غضب فزان خاصة في ظل غياب الخدمات الحكومية بالجنوب،
وأكد المصري أن إغلاق الحقول النفطية ليست طريقة صحيحة لحل هذه الأزمات، مبديا استعداده للتنسيق مع الحكومة المقترحة والإسهام في حل المشاكل التي تعاني منها مدن الجنوب. جاء ذلك خلال لقائه بمندوبين عن الحراك الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. استهجن رئيس اتحاد بلدية الجنوب علي سيدي إغلاق مجموعات مسلحة لحقل الشرار النفطي وتهديدهم للأطقم الطبية داخله. وقال سيدي خلال اجتماع مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن إغلاق الحقول النفطية فعل لا يقبله أبناء الجنوب الذين يحرصون على سير عمل المؤسسة وإنجاح خطتها في رفع مستوى الإنتاج بحلول عام 2020 وفق قوله. وبحسب الموقع الرسمي لمؤسسة النفط، فقد ناقش صنع الله مع رئيس اتحاد بلدية الجنوب أوضاع المنطقة والفراغ الأمني الذي تشهده وحاجة المنشآت النفطية لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية بها. ندد متسيبي كتيبة 30 مشاة التابعة لحرس المنشآت النفطية بحقل الشرار النفطي بالتصريحات التي أدلى بها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ووصفهم بالميليشيات، مطالبين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التدخل ووقف هذه الاتهامات وإحالتها للنائب العام. أنا مطالب من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التدخل في الأمر التشويه العسكريين الموجودين هنا. احنا وقت يتدخل واحد مدني رئيس مؤسسة مدنية يبدأ يشوه في قوة العسكريين يشوه في العسكريين الموجودين هنا، هذا غير مقبول. احنا صنع الله بعد طلب من الشركة أن لا تستمع إلى مطالب غضب فزان، واحنا غضب فزان يراه ورديناه في المرة الأولى، ومرة الثانية ما عادش قدرنا نواجه ناس نردهم بقوة السلاح. هذه لا يمكن. وأكد منتسبي الكتيبة رفضهم أي تعليمات تصدر بشأن صد معتصمي حراك فزان، مشددين دعمهم التضامن مع الحراك ومطالب أهالي المدن الجنوبية. وإحنا ناسنا غضب فزان معاها قلبا وقالبا. الله أكبر. باش أنا ناخذ منك تعليمات يا صنع الله يا مدني، ناخذ منك تعليمات نرمي على ناسي، نرمي على أهل سبها وأهل غاد وأهل وباري وأهل مرزق ونرميهم بالسلاح، وش معناتها الشيء هذا إلا جريمة معناتها تبين ندير هنا؟ مستحيل نرضى بها، مستحيل. طالب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق الرئاسي المقترح والبعثة الأممية إلى الالتفات إلى مطالب أهل فزان. واعتبر المجلس في بيان له أن مطالب التي أعلن عنها حراك غضب فزان مشروعة وعدم تلبيتها أدى إلى إخفار حقل الشرار النفطي، منددا التصريحات التي أدلى بها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بخصوص المعتصمين ووصفهم بالميليشيات. وطالب المجلس صنع الله بسحب كلامه محملا إياه مسؤولية تأجيج الصراع في الجنوب. اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المصري أن الإصلاحات الاقتصادية عذرا لابد أن تلقى مقاومة من أصحاب المصالح المستفيدين من الوضع الحالي. المصري قال خلال مؤتمر صحفي الخميس أنه بفضل التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي المقترح ومصرف ليبيا المركزي وأيضا عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب، أستطيع الوصول إلى معالجات التشوهات الموجودة في الاقتصاد الليبي الحالي حسب وصفه، مضيفا أن إجراءات دقيقة مثل الرقم الوطني في لحظاتها الأخيرة وسيشرع في صرف $500 لكل الليبيين. ونوه المصري إلى أن إيرادات الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي لا يمكن التصرف فيها إلا بتوافق الرئاسي والمصرف المركزي. ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية يجب أن نعلم شيء، أن هذه الإصلاحات لابد أن تلقى مقاومة فيها أصحاب المصالح، لابد أن هم تكون فيه نوع من المقاومة لهذه الإصلاحات.
لكن بفضل التوافق ما بين المجلس الأعلى للدولة والمصرف المركزي وحكومة الوفاق، وأيضا حتى كثير من أعضاء مجلس النواب كانوا يتشاركوا معنا في هذا، استطعنا الوصول إلى صيغة يمكن يقول إن هي معالجات وليس إصلاحات للتشوهات الموجودة في الاقتصاد، والحمد لله أثارها بدأت تظهر. الآن في دعوة لاستمرار باقي الإصلاحات. ما يتعلق بال500 دولار، الحقيقة أن فيه فعلا رقم كبير من الأرقام الوطنية هي غير صحيحة وفيها تزوير، وأعتقد أن هذا حق، طبعا أصبح حق للمواطن الليبي، وسيتم صرفها بالسعر الرسمي لكل مواطن ليبي، والآن تقريبا عملية التدقيق في لحظاتها الأخيرة. لكن أيضا هذا الأمر اقترن نسبيا بضرورة رفع نسبي للدعم على الوقود أو استبدال الدعم على النقود على الوقود بالدعم النقدي، وهذا ذاهبين فيه. لكن الآن نفت المتحدثة باسم البعثة الأممية في ليبيا سوسن غوش الأربعاء مقتل ضابط أمن روماني تابع لدائرة الحماية والحراسة بالبعثة الأممية. أشارت غوش في تصريح صحفي إلى أن الموظف الأمني الروماني توفي وفاة طبيعية وليس قتلا كما ذكرت بعض الصحف الرومانية. يشار إلى أن صحفا رومانية أكدت مقتل أحد إفراد فرقة التأمين الخاصة بالبعثة الأممية لدى ليبيا بسلاح ناري، ووجدت جثته أمام مقر البعثة بالعاصمة طرابلس. ألمحت وكالة آكي الإيطالية إلى حدوث لقاء اليوم الخميس يجمع بين قائد ميليشيا الكرامة خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز سراج في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقالت الوكالة أنه من المرجح أن تستضيف مدينة بروكسل على هامش أعمال القمة الأوروبية لقاء يجمع بين سراج وحفتر بناء على مبادرة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي. وأضافت وكالة آكي إلى أن كونتي سيشارك في القمة الأوروبية في بروكسل يوم الأربعاء، وأنه بحث مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأزمة الليبية ودور إيطاليا في جمع الفرقاء الليبيين وفق قولها. نشرتنا متواصلة مشاهدين، وفيها بعد الفاصل. انعقاد ملتقى اتحاد طالبة الكليات بجامعة الزيتونة في مدينة ترهونة. وصل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ظهر اليوم إلى عاصمتنا الحبيبة طرابلس. والعمل على وقف إطلاق النار وسفك دماء الليبيين. والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة. نحن نعلم تماما أن الإرهابيين المتمركزين في طرابلس سيدفعوا ثمن لم يدفعوا حتى المجموعات اللي كانت هناك.
مدينة طنجة. وقد تم البدء بوضع الخطط والمعالجات الاقتصادية والمالية اللازمة لحل الأزمات الحالية. يعني عبارة عن وعود وكلام وكذا وخلاص، قاعدين في نفس القصة. تتحمل حكومة الوفاق الوطني المسؤولية وأخذت على عاتقها توفير احتياجات المواطن المتعددة. مانيش مرتاح، والله ماني مرتاح، تعبان. أزمة كهرباء مفتعلة على جميع المواطنين الليبيين. نقصد بشي مع الناشي مية. سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي تجاوز حاجز 7 دنانير للدولار الواحد. اللازمة لحل الأزمات الحالية ورفع المعاناة على المواطن البسيط. كل مقيم في الدولة هذه بالظرف هذا مش هيكون مرتاح. بالتأكيد ما فيش عصا سحرية لأي مشكلة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. أقيم صباح الخميس الملتقى الأول لاتحاد طلبة الكليات بجامعة الزيتونة بترهونة، حيث تم فيه مناقشة المشاكل والمختنقات التي يعاني منها طلاب الكلية بالجامعة. وتطرق الملتقى إلى كيفية تأهيل الطلاب ورفع قدرتهم وكفاءتهم من خلال إقامة الدورات التدريبية والمناقشة العلمية وورش العمل كنوعا من توسيع نطاق النشاط الجامعي. واختتمت فعاليات الملتقى بالحديث حول بناء مؤسسة تعليمية نموذجية تحتاج بدورها إلى تكاتف الجهود والعمل الجماعي من قبل اتحاد الطلبة، بالإضافة إلى تعزيز دورهم الريادي بشكل إيجابي في الجامعة. ناقشنا عدة طلبة، ناقشنا عينات من الطلبة، نشوفوها أن هي كويسة وجميلة على الكلية. إحنا عازمين أن يبدأ في تواصل. القيادة الشابة في المنطقة مركز على أن يبدأ فيه تواصل مستمر واجتماعات بشكل دوري. سيتم الاتفاق على موعدها مسبقا في إطار خطة هتبدأ موضوع، يعني نشوفه نصف سنوية أو سنوية على حسب ظروف الطلاب وظروف دراستهم. وبعد يتم بناء الاتحاد الطلبة بشكل تام، حتى الجامعات تبدأ في إطار فني أو في إطار تأخذ. ضبط جهاز الحرس البلدي ترهونة خلال جولات الأسبوع الماضي كميات مختلفة من السلع الغذائية والأدوية والمواد الطبية المنتهية الصلاحية والفاسدة بسبب سوء التخزين. جاء ذلك في حملة أقامها جهاز الحرس البلدي شملت كل المحال التجارية والأسواق والمخابز والصيدليات بالمدينة. يشار لأن جهاز الحرس البلدي ترهونة يواصل جولاته اليومية بالرغم من نقص وغياب الدعم له. أعلن رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة في تصريحات إعلامية عن البدء في تنفيذ مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 2000 ميجاوات مطلع العام المقبل 2019 بمنطقة غوترمان شرق طرابلس. وأضاف حمزة بأن المشروع يقع في منطقة مناسبة على البحر ومساحة كافية وعلى مقربة من خط 400 كيلو فولت المنفذ لتصريف الكهرباء التي سيتم توليدها. كما أوضح بأن المشروع سيحتاج إلى فترة لن تتجاوز 10 أشهر. أعلنت شركة البريغا لتسويق النفط عن استكمال استعداداتها لتسيير شاحنات محملة بكميات تقدر بحوالي 3,800,000 لتر من بنزين السيارات و1,200,000 لتر من وقود الديزل و80,000 من طن الغاز الطهي، وذلك من مستودع مصراتة باتجاه الجنوب الثلاثاء المقبل.
وأضافت الشركة بأنه تم الاتفاق مع حكماء البلديات سيتم بموجبه حساب الكميات اللازمة بشكل يومي بالتنسيق مع حكماء وبلديات المنطقة، كما ستقوم شركة لوبريغا بنشر الكميات المسلمة يوميا بكافة التفاصيل، فيما ستراقب البلديات التزام المحطات الواردة في القوائم المعلنة والتأكد من أن عمليات البيع تتم بالسعر الرسمي. رحلت مفوضية شؤون اللاجئين 114 مهاجرا من ليبيا إلى كندا والنرويج ضمن برنامج إعادة التوطين. مكتب المفوضية في بيان الأربعاء أشار إن المرحلين غادروا ليبيا على متن 3 رحلات وهم من جنسيات أريتريا والسودان وسوريا. وأعلنت المفوضية نهاية نوفمبر الماضي نقل 2500 مهاجرا خارج ليبيا خلال عام كامل ضمن برنامجها لإعادة التوطين إلى بلد الثالث. بحث مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز مع المديرة الإقليمية لمنطقة أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريسيا دانزي سبل التعاون مع وزارة الصحة واللجنة الدولية في ليبيا. وأكد مدير إدارة الشؤون الطبية على التنسيق مع وزارة الصحة من خلال الإدارات المختصة فيما يتعلق بتقديم أي دعم صحي من أي منطقة من أي منظمة دولية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الوضع خطة تعاون بين الطرفين سيتم تنفيذها خلال المدة القادمة. قال مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن منظمة الصحة العالمية وافقت على توفير 1000 جرعة لمرضى الهشمانية المنتشرة في مدن غرب ليبيا بعد مطالبة المركز بها. النجار رجح الخميس وصول الأدوية منتصف شهر إبريل المقبل، مشيرا إلى أن الحالات بدأت بالظهور هذه الفترة بعد انتهاء فترة الحضانة المرض، مضيفا أن المركز يواصل مخاطبته لكل الجهات المسؤولة لتوفير العلاج دون جدوى، مبينا أنه محتكر على جهاز الإمداد الطبي فقط. وأشار النجار إلى أن المرضى منتشر بكثرة في معظم مدن غرب ليبيا باستثناء طرابلس، مؤكدا تزايد تسجيل حالات في تورغا بسبب الذباب وانتشار القوارض. باشرت بلدية أبو سليم الأربعاء العمل في تنفيذ مشروع حديقة ومنتزه بالقرية الضمانية تحتوي على مسطحات خضراء وألعاب للأطفال وأماكن للجلوس بالإضافة إلى أماكن مخصصة للعائلات. بلدية أبو سليم عبر صفحتها الرسمية أوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البلدية في توفير المرافق داخل المحلات لاعتبارها مؤثر جدا على حياة المواطنين خاصة الأطفال. إليكم أسعار العملات في السوق الموازي. ولا نظرة على أحوال الطقس لأغلب المدن الليبية اليوم الغد. ختام النشرة مشاهدينا وتذكير بالعناوين. إدريس بوفايد يقول إن مجلس النواب ميؤوس منه ورئاسته أكثر من ذلك.
تواصل الإدانات المحلية والدولية لإغلاق حقل الشرارة النفطي، والمصرف المركزي يحذر من تداعياته على الوضع الاقتصادي. البعثة الأممية تنفي مقتل عنصر أمن لديها بالعاصمة طرابلس. وفي نشرتنا أيضاً انعقاد ملتقى اتحاد طلبة الكليات بجامعة الزيتونة بمدينة ترهونة. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، دمتم في رعاية الله، مني أنا، تصبحون على خير.